نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأعلنت مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القوافل العلاجية من الخدمات المميزة جدا اللي بتقدمها وزارة الصحة، كونها ان هي مجانية تماما بحيث ان هي بتقدم الخدمة بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة مجانا. الحاجة التانية ان هي بتوصل للمواطنين لأماكن تواجدهم، بتوصل لهم الخدمة الصحية للأماكن اللي هم ساكنين فيها، وده طبعا اننا بنستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية اكتر من 15 كيلو متر، فده بيسهل على اهالينا من كبار السن واللي مش بيقدر يوصل لأقرب مكان لتقديم الخدمة الصحية. معانا النهاردة في القافلة 12 عيادة تخصصية، التخصصات المختلفة اللي موجودة معانا، كل تخصص بيبقى موجود معانا الطبيب أخصائي أو استشاري. العيادات اللي موجودة معانا البطنة، الأطفال، الجراحة، الجلدية، الرمد، الأنف والأذن، وبالإضافة إلى تنظيم الأسرة. معانا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية اللي موجودة في القافلة. القافلة النهاردة في الصيدلية في حوالي 150 صنف. بنقدم خدمة القوافل العلاجية بالمجان لأهالي القرية، نظرا لأن القرية هنا ما فيش فيها وحدة صحية، من المناطق النائية والمحرومة اللي بنتوجه إليها بالخدمات الطبية للقوافل العلاجية، لأنها بتبعد عن مستشفى كفر سعد المركزي، ودي أقرب مستشفى لهذه المنطقة حوالي مسافة 25 كيلو. فمن ضمن مميزات القوافل الطبية أن هي بتوصل بالخدمة الطبية بالمجان لأهالي المناطق البعيدة والمناطق النائية زي المنطقة اللي احنا فيها دي في منشية ناصر. جت هنا كشفت وحللت وعملوا له الواجب واللازم ومعايا الورقة راح أتم بصرف العلاج.